سيارة المستقبل، أفضل 3 سيارات في عام 2020. أصدقائي الأعزاء، أنتم من ستحددون من يستحق المركز الأول في عرضنا لهذا اليوم. 3 سيارات سيتنافسون على لقب أفضل سيارة في المستقبل. أول سيارة هي نيورون، السيارات التي تقرأ أفكاركم. المتسابق الثاني هو أبل كار، من إنتاج مصنعي الهاتف آيفون. والمتسابق الأخير من أجل الفوز باللقب هي سيارة تويوتا FV2 التي تتغير بناء على رغبة سائقها. فلنبدأ بالسيارة نيورون. يعتمد فن قيادة السيارات بشكل كبير على سرعة رد الفعل ودقة حركة اليدين والقدمين. تستطيع السيارة نيورون قراءة أفكار سائقها بالمعنى المباشر ومعرفة صفاته والأشياء التي يفضلها أثناء القيادة، وذلك لأن السيارة مزودة بحاسب آلي ذكي. بعبارة أخرى، تقوم السيارة بقياس نشاط عقل السائق، وبناء على المعلومات الناتجة يكون البرنامج نموذجاً لمحاكاة تصرفات السائق. وفي المستقبل ستتمكن تلك السيارة من تجنب الحوادث، وحتى الآن لم يتمكن أحد من الوصول لمثل تلك التقنية، على الرغم من أن بعض الشركات قامت بعرض بعض أجهزة الألعاب بتقنيات مشابهة. إذا صدقت المعلومات فإنه سوف يتم عرض أبل كار في عام 2019، والآن جميع إمكانيات الشركة موجهة لتصنيع تلك السيارة الكهربائية الفريدة من نوعها. ومع بداية فصل الخريف ستدعو شركة أبل جميع باقرة العالم للمشاركة في التصنيع، ومن المنتظر أن تطبق أبل أبحاثها الخاصة في مجال رفع الكفاءة الكهربائية للبطاريات لتصنيع تلك السيارة. وبحلول عام 2019 سوف تطرح في الأسواق السيارة الكهربائية التفاحة، ولكن من المتوقع أنه في ذلك الوقت سيتم تجهيز النموذج الأولي فقط من سيارة المستقبل. ولكننا لدينا حتى ذلك الوقت موضوع جيد للنقاش. السيارة تويوتا FV2. عرضت الشركة اليابانية نموذجاً للسيارة في معرض سيارات طوكيو موتور شو. السيارة التي يمكنها أن تنشئ اتصالاً ذهنياً مع صاحبها، وتعتمد في هذا الاتصال على التقنية التي تعمل عليها شركة تويوتا في إطار مشروعها تويوتا هارد بروجكت. تحتوي تويوتا FV2 على جهاز للتعرف على الأصوات وتعبيرات الوجه لكي تحدد الحالة المزاجية للسائق، وتشغل على أساسها النظام المناسب من خلال الشاشة التي توجد على الزجاج الأمامي لعرض بيانات الملاحة والمعلومات الأخرى مثل GPS والسرعة والمسافة. فمثلاً إذا شعرت FV2 بأن السائق بدأ في الغضب، ستتغير ألوان الشاشة إلى درجات اللون الأحمر، وهذا يعني أن السيارة تخبر سائقها بأن عليه أن يهدأ. تتميز FV2 كمثيلاتها من النماذج الأولية لسيارات تويوتا بشكل خارجي فريد من نوعه، وقد اختارت الشركة أن تصنع إطارات السيارة بشكل غير تقليدي، بالإضافة إلى أن السيارة سيمكنها تغيير لونها وعرض أشكال على سطحها بناء على رغبة صاحبها. إلا أن هذا الأمر أيضاً ليس هو أهم ما يميز FV2، فمن المتوقع أن يتمكن السائق من قيادة السيارة من الوضع واقفاً، وسيمكنه توجيه السيارة عن طريق حركة جسده. فلتغيير اتجاه السيارة على السائق فقط الانحناء في الاتجاه الذي يريده لليمين أو لليسار، ولكي يزيد أو يقلل من سرعة السيارة على السائق أن ينحني برفق للأمام أو للخلف. هذا كل شيء أصدقائي الأعزاء، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا. دمتم بخير.